مميز اللي قدم مع سن الثنايا في الشوط الرئيسي الأول. تهانينا والناموس للفائزين. حمد بن محمد الزعبي يتواصل في الشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان، نتواصل مع حضراتكم بعد شكري للزميل محمد بن أبريك المري، كما أشكر مطلق بن علي العلزي على تعليقهم في الأشواط الأولى في هذا اليوم وفي هذا الصباح. أتواصل مع حضراتكم في انطلاقة شوطنا الثالث، وهو مخصص لفئة البكار الثنايا من مسافة 8 كيلومتر ضمن مرحلتنا الثانية في هذا المحلي الثامن. وفي هذه الانطلاقات في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى لجميع المشاركين معنا في هذه المرحلة. ونبدأ ونتعرف مع المركز الأول مع فزعة تعود ملكيتها لسعادة حامد بن مايقه الحبابي، من يتواجد مع فزعة على المركز الأول. نتابع المركز الثاني. المركز الثاني، التواصل هنا على المركز الثاني من قبل البادية، تعود ملكيتها لعلي بن عبيد بن سالم بن علي المري، من يتواجد مع البادية على المركز الثاني. نتواصل وننطلق ونتابع المركز الثالث، التواجد هنا من الضويمر، تعود ملكيتها لراشد بن سعيد بن راشد آن نابت المري، من يتواصل مع الضويمر على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، ومن تتواصل هنا السبعة، تعود ملكيتها لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري، هذه السبعة من تحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس في التواجد من هملولة للسيد محمد بن برقان بن مقارح المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى التي يسمح لنا بإذاعتها. نعود إلى شعار مشاهدينا الكرام، شعار سعادة حامد بن مايق الحبابي مع فزعة ومع انطلاقة فزعة. هذه فزعة من تحتل الصدارة وتسيطر على المقدمة، تعود ملكيتها لسعادة حامد بن مايق الحبابي، تضميرها مع صالح بن محمد العتيبي. يا سلام، هنا الصدارة والمقدمة، هنا القيادة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع فزعة ومع انطلاقة فزعة. يا سلام، الله الله الله، بينما هنا على المركز الثاني التواجد البادية للسيد علي بن عبيد بن سالم الراشدي، من يتواجد هنا مع البادية مع من تحتل المركز الثاني. يا سلام، الله، البادية كذلك لديها طموح، تبحث كما يبحث عنه الجميع، وضيفة كذلك من أحد ضيوف الميدان. بينما هنا على المركز الثالث التواجد من الضويمر راشد بن سعيد بن راشد النابت المري، من تتواجد الضويمر وتقير من المركز الثالث نحو المركز الثاني. نتابع المركز الرابع، التواجد من السبعة محمد بن طحنون بن مهيرة المري، من يتواجد مع السبعة على المركز الرابع. بينما هنا على المركز الخامس الوصول من منوة، تعود ملكيتها لعبد الله بن راشد المستور، هي من تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا في ندائنا الثاني يا متابعينا الكرام. نعود إلى فزاعة، فزاعة مع المركز الأول، أو فزعة هنا على المركز الأول وعلى الصدارة. فزعة 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 من تحتل المقدمة وتسيطر على المركز الأول سيطرة تامة وسيطرة فعالة. يا السلام، سعادة حامد بن مايق الحبابي، سعادة حامد
بن علي بن مايق الحبابي هنا هو المالك لفزعة من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط، وتضمير فزعة مع صالح بن محمد العتيبي. يا سلام، انطلقت فزعة وذهبت نحو الناموس، ذهبت إلى الناموس وإلى بر الأمان. يا سلام، الله، مسافة ليست بالقليلة ما بينها وبين بقية المراكز، بينما تصل وتحتل المركز الثاني. هنا الضويمر من تحتل المركز الثاني، يتعود ملكيتها لراشد بن سعيد النابت المري من تتواصل على ثاني المراكز وعلى المركز الثالث. التواجد هنا من البادية لعلي بن عبيد بن سالم الراشدي من يتواصل هنا مع البادية على المركز الثالث. رابعا يصل شعار بن طحلون، محمد بن طحلون بن مهيرة المري مع السبعة، مع السبعة من تحتل المركز الرابع، بينما الوصول على المركز الخامس من هملولة لمحمد بن برقان بن مقارح المري. هذه نتيجتنا في ندائنا الثالث. أيها المتابعين في كل مكان، نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى فزعة 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 تفتتح الأربعة كيلومتر الأخيرة، أربعة كيلومترات على خط النهاية، وتفتتحها فزعة في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق السليم وهذا الانطلاق المميز وهذا الاندفاع الذاتي. يا سلام، الله يا فزعة، الله يا فزعة. سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي مع المقدمة ومع فزعة ومع مضمرها صالح بن محمد العتيبي. يا سلام، الله الله الله، هذه فزعة من تسيطر سيطرة تامة وسيطرة مميزة واندفاع مميز. هذا العرض المميز مشاهدينا الكرام وهذا الانفراد الذي تؤديه أيها الإخوة الأفاضل فزعة في هذا العرض المميز وفي هذا الأداء المتميز. يا سلام، مع شعار سعادة حامد بن مايقة الحبابي، سعادة حامد بن علي بن مايقة الحبابي ومع المضمر صالح بن محمد العتيبي، النقلة والدور على المركز الثاني. المركز الثاني، التواجد هنا من السبعة لمحمد بن طحلون بن مهيرة المري من قيرت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما تليها على المركز الثالث البادية لعلي بن عبيد بن سالم الراشدي، وعلى المركز الرابع الضويمر لراشد بن سعيد بن راشد النابت المري، وعلى المركز الخامس الوصول على المركز الخامس من الصاملة لعلي بن تويم المري. يا سلام يا سلام، هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، 3 كيلومترات يتبقى لنا عن خط النهاية، 3 كيلومترات وتنكشف لنا أوراق هذا الشوط، وتنكشف لنا أيضا تنكشف لنا أوراق هذا الشوط، ومن الفائز معنا بهذا الشوط. يا سلام، القيادة مع فزعة، فزعة هنا مع المركز الأول، فزعة مع الصدارة. الله 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 الله، يا سلام. عبد الجهاز اللاسلكي أيها الإخوة تباعد المسافة وتصدر عليها التعليمات عبر الجهاز، وتباعد المسافة عن بقية المراكز. الله يا فزعة، سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي. الله، شعار مقبولة وشعار العديد أيها الإخوة، شعار العديد من السبق يحمله هذا الشعار، وها هي ها هي ها هي فزعة، فزعة مع الصدارة ومع المركز الأول لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي، وتضميرها مع صالح بن محمد العتيبي، بينما تليها على المركز الثاني التواجد من الصاملة علي بن تويم المري من يتواجد على المركز الثاني من خلال تقدم الصاملة، وعلى المركز الثالث التواجد هنا من دمعة لجابر بن علي بن جابر بن جرحم المري، وعلى المركز الرابع
الوصول على المركز الرابع من السبعة لمحمد بن طحلون بن مهيره المري خامسا ومن تحتل المركز الخامس شعار الراشدي مع البادية علي بن عبيد بن سالم الراشدي. يا سلام، هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعين في كل مكان. نعود إلى القيادة، نعود إلى المقدمة، إلى فزعة من قادت هذا الشوط من بداية هذا الانطلاق وحتى هذه اللحظة، وهي تسيطر أيها الإخوة الأفاضل على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، يا فزعة، فزعة مع المقدمة، فزعة مشاهدينا الكرام، ما شاء الله تبارك الله، فزعة يا جماعة الخير، فزعة هنا أيها الإخوة الأفاضل، ما شاء الله. 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، وفزعة على صدارة هذا الشوط. سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي هو من يمتلك فزعة، ومضمرها صالح بن محمد العتيبي. يا سلام، الله الله الله، يذكرنا مشاهدينا الكرام بمقبولة حينما فازت برمز سيد أمير البلاد المفدى. الله الله، هذه فزعة مع الصدارة، هذه فزعة مع المقدمة، تذكرنا بالسبق أيها الإخوة الذي كان يمتلكها سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي. يا سلام، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، روح يا أبو علي، روح روح إلى الفورمة، روح إلى الناموس. يا سلام، الله الله، تواصل هذا العطاء، تواصل هذا الأداء، تواصل هذه السرعة مشاهدينا الكرام. هذه فزعة، فزعة، فزعة تعود ملكيتها لسعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي مع المقدمة، مع الصدارة، مع الناموس. 700 متر أخيرة تفصلنا على خط النهاية، تفصلنا عن خط النهاية وعن خط الفيصل. يا سلام، 600 متر، وهنا فزعة مع المقدمة، سعادة حامد بن علي بن مايق الحبابي، ولكن الأمور خطيرة. يا سلام، غير الراشدي مع البادية علي بن عبيد بن سالم الراشدي، وهنا القدوم من بن طحلون. السبعة من الجانب الأيمن، السبعة مع محمد بن طحلون بن مهيره المري، غيرت من الجانب الأيمن صالح بن حمد القمرة هنا مع الفايزة، وعلى المركز الرابع القدوم والوصول هنا من دمعة جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. يا سلام، صالح بن حمد بن قمرة بن طحنون بن جرحب، اللحظات الحاسمة. يا سلام، الله، الفايزة مع صالح بن حمد بن قمرة. يا سلام، السبعة عادت مرة أخرى، السبعة، ولكن الله، تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز الفايزة وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت السبعة لمحمد بن طحنون بن مهيره المري. المركز الثالث وصلت دمعة لجابر بن علي بن جرحب المري. وعلى المركز الرابع تصل البادية لعلي بن عبيد بن سالم الراشدي. وعلى المركز الخامس الصاملة لعلي بن تويم المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه النتيجة لهذا الشوط، هذه لحظة وصول الفائزة عند فوزها وتحقيقها بالمركز الأول. 13 دقيقة 20 ثانية 74 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس للسندباد القطري صالح بن حمد القمرة على فوز الفائزة، كما نهني مضمرها حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثاني وصلت السبعة، 13 دقيقة 20 ثانية 88 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك السبعة محمد بن طحنون بن مهيره المري. وعلى المركز الثالث تصل هنا دمعة تقطع المسافة في 13 دقيقة 21 ثانية 42 جزءا من الثانية، تهانينا لجابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام.